قال لي تغوت تقول شوف كيما القاعدة الحجر في الطريق متسطرين وعمروا حجر هادو ما زعما كيما القاعدة الاخرين كيما هذيك اللي تقتلوا هادو خليهم يشدوا و الوالد كانت عنده واحد بوحده ووحده صيفطني هو ليها الله يرحم سكين عند واحد كان من عندنا جارنا قال لي سير لخيمة غزة جيو منكم مشيت الخيمة فيها عجاج عجاج والكلاب بنادم قلت مع خاوية دخلت للخيمة نسيب ورابطها مع ماركيزة مع ركيزة فكيتها سيدي بحبتها حمراء فكيتها قلتها بدا قلت لك الغبره جايه انا والوالد عندنا مكاح الجوج عاد الجامع دابا البلاصه اللي فيها الجامع اللي دركا فيها الجامع عندها نيشان فالحصيله زيدي كاين واحد الحجره واحد الحجره كبيره بحال الصخيرات بدا قربت الطوموبيل الوالد جا حدا الحجره وقال لي هنا جيت لعندو دارني حدا دارني على يمنو والطوموبيل جاية من عندي تيوصي فيا الله غفر لنا وانا تيقول لي شوف ما تسوقينيش انا الشيفور انا ما نفلتو قال لي ما تسوقينيش ما تقولش قبل مني قال لي ما تسوقنيش شي والشيفور انا ما نفلتوش قال جاية الطوموبيل سيدي حكاية الحجر جاية تلحقت تبانو نرزز عرفتهم مع توهم في القايد في الحاج والخليفة أخوه عبد الكريم لك تسمع بيه ولا تعرفه تسمع بيه كتسمع بيه بجلا عرف أيه عبد الكريم وواحد أخوهم كان يقولوا له الشيخ محمد كان شيخ ونخازنية ديولهم وسيق بهم واحد كان يقولوا له الحاج علي النوحي راه كان في راه كان مع صحاب طرابولي كان معنا واحد ولد خوه خدام معنا النوحي تقول لي النوحي الكنية ديالهم النوحي ولذلك سيدي جاي سيق بهم هو الحاج علي الله يرحمه هو اللي تيسوق بهم جاي سيق بهم عاتوا بو علينا بدشناهم عرفناهم نضنا انا والوالد من مكحلنا وشافونا هذاك القائد بالحاج خرج كما فينا هو اللي خرج قال ما يتعب سلام قال من العسكر هو معكم جلوا من هنا ما تبقاوش انا راه الليله يفضلكم وما كذبش هو علمك العلمه زعما صحيحه إوا هي هاديك أسيدي قعدنا حنا متلنا قدرنا نمشيو للمحلات وكاينة الشانطي الطريق هادي كاينة الطريق متلنا قدرنا نهودو من الحيط ونقطعو الطريق تنقولو غنلحقو الطريق وخلطو علينا إوا مشينا بقينا مهودين وقت الخريف عالشوكية العشلول ديال القرنينة وبنادم حافيان شومر ايوا هي هاديك اسيدي وكان الصهد بحال كيكا كانت حالة الرعد كانت الرعد مشينا هودنا الطريق قطعناها بالزربة بالجري وكاينة البلاصة فيها الشطب راه يعرفها باباك فيها الشطب بنادم تيقدم في الشطب بعدنا من الطريق كاينات واحد الشجرات صفصافات طالعات كيما كيما جوجات مقرونات كيما تلفت واحد من عندنا تلفت كيما كنا بانوا له الشجرات تيريس كيما قالينا هما معنا على دوك الشجرات يصعبوا مغواشي عاودنا نمي فرفر والله خيرا تنطيحوا في الشطب
كاينه بعدنا واحد تلفات شي واحد اخر ولا شداك شي و يعيط يا ورا ديك المعلوم كره مع الصفصافات راه مع الشجره وحنا ومشينا طلعنا لواحد الحيط جمعنا فيه وقعدنا حتى رجعوا ترجع الكاميو ديال العسكر ترجعوا تلخر الليل هارج يا سيدي هما قلبوا ورجعوا حنا نصابوا ميديو نصارو مدوهم بقاو في بلاصتهم قعدوا هذوك النصارى ماتوا السبت والحد والاثنين هذا القايد بالحرب صيفط لهم واحد من ولاد القزار تعرفي ولاد القزار صح؟ انا عارفه الحاج المولودي كنتي تعرف الحاج المولودي الحاج المولودي عرفتيه باه باه صيفط هذاك القايد بالحرب صيفط بات الحاج المولودي كانت عنده واحد الصطافيد تيقولو هما الرونو قالو تشي تهزي هذوك النصارى تديهم للبيروت البيرو ديال وطن قالو تديهم ما يبقاوش تماك ايوا هذاك السيد معدو ما يقول قدام القايد امشى مشى الحق للمسكين رفدهم شوف كل يرفدهم معاه دارهم في هذيك الصافين انا يا كان محمد خويا هنايا مع هذيك المرا كنا هذيك المرا كنا نقولو لها مو يضحكوا كانت مربيه قال لي الوالد سير جيبي هذاك النهار اثنين جيت لهنايا تغديت هنايا ديت محمد وفينا لقانا هذا السي الصالح اللي رافد النصارى لقيناه في 18 عرفتي 18 عندنا من الفراج لهي درك راه موقف الحصاله لقيناه تماك هو بعد لقانا كاين عا هو سايق الطوموبيل بدا تفوتت معنا الطوموبيل ضربنا الخنز خنزو هما ولكن هو واحد غادي البرد لاقيه ما تيشم خنز تا يخرج من الطوموبيل اللور ضربنا الخنز يا خويا ما شحال واحد المده حتى مشى وبقى الخنز تسمو فيه شي خنز الله يحفظ هو هذيك مشى جابهم مسكين لحقهم من البيرو الحمد لله رحمك الله لحقهم من البيرو حطهم الفرنساويين تماك قالوا له قالوا له قتلتهم وجايبهم ما يشدوا كاين واحد كانوا ترجمانات هما اللي تترجموا ما بين الفرنساويين والعربيين جام هذاك الترجمان قال ما هاد السيد غير تعديتو عليه جاب لكم خوتكم باش دفنوهم شديتوه هذا هو خير هو راه ما دار اخير راه ما يقرب لهم حدهم هو مشى مسكين رفضهم وجايبهم لكم ودركا تشدوه لا ما تشدوش قال ما اللي قاتلينهم فينا هما قالهم كون قاتل ما يمشيش يجيب ويجي لعندكم وهم يطلقوه هذاك با كان يقولوا له الصالح الحصة السي الصالح ود القزار كان محرر العريض قداش ايوا طلقوه اسيدي مشى بحال هذاك النهار اثنين ثلاثة لأربعة جا العسكر صافي تحوص كل شيء هذه راه حنا دوزناها تاع العسكر بدات كان يحرم وكان